نطلب من شعبنا الكريم يعني عدم تجنب حالات الذعر التي يعني تبسطها حاليا بعض وسائط التواصل الاجتماعي التي تقوم بوضع أخبار يعني زائفة واستغلال حالة الذعر الموجود فيها المرضى وعائلاتهم وعوائلهم من أجل يعني وضع بعض الأخبار الزائفة التي لا أساس لها من الصحة. فمنهم من عاد بنا إلى بداية هذه الجائحة في أفريل وماي 2020، أين كانت هذه الجائحة؟ كان هذا الفيروس لغز من الألغاز حتى أعطى المنظومات الصحية في العالم لم تستطع مجابهته، ويعني عادوا بنا إلى تلك الصور ووضعوها على وسائط التبادل الاجتماعي. يعني الشيء هذا يأثر، يعني استغلال ستون إكسبلوتاسيون دو لا ديتريس دو سيتويان مالادي دو لوغ فامي. يعني نتمنى يعني أن شعبنا اللي عنده كما نقولوا أعلى درجة من الوعي أن يتجنب هكذا أخبار زائفة، وليعلم بأن الدولة إن شاء الله قائمة بكل واجباتها وسوف توفر كل الوسائل المتاحة من أجل القضاء على هذا الفيروس. وتلاحظون أن الإجراءات يعني مأخوذة ومستمرة وسوف تصل تباعا كل الوسائل من أجل مجابهة هذا الفيروس. وفقنا الله إن شاء الله تعالى لمحاربة آثاره.